في الخيام بحال حنا كوزراء ما واعيينش ولا ما تنعرفوش هاد المناطق ولا ما كبرناش فيها ولا ما مشيناش فيها في لحظات الزنزال. ولكن صاحب الجلالة مباشرة بعد الزلزال اللي هو قدر الله أعطى التوجيهات والتعليمات ديالو وتعطى لكل أسرة 2500 درهم شهريا. من حق هاد الأسرة إما تمشي تكري، والكرا موجود، أنا راه بنت المنطقة، الكرا موجود، إما تكري إما تبقى في عين المكان. إلا بقات في عين المكان الخيام خيام، حنا ما تنتحكموا في الطقس، هي تنحاولوا نسهلوا المواطنات والمواطنين ظروف العيش في واحد الفتره اللي هي صعيبه. فلذلك انا تعتبر بان المغرب الحمد لله ناجح في هذه العمليه، وكونوا على يقين بان جاونا خبراء من العالم كامل وتيتفاجئوا بالطريقه باش دبرات. فيما يخص الالتقائيه، كاين اجتماع كل شهر تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، وتنشتغلوا كلنا اليد في اليد، وخاصة وزارة التجهيز اللي دارت واحد المجهود جبار. الإشكالية اللي كاينة اليوم شناهي؟ هي ما كاينش الموارد البشرية باش نعاودوا نبنيو، هذا الشيء علاش تعطل شوية البني. ولكن فاش تتشوفوا الأرقام اللي تنعطيكم، 53 ألف توصلنا بها، 51 ألف شدات الترخيص.